أنا شاب في العشرين من عمري، تزوجت ابنة عمي، وذات ليلة تشاجرنا ودخل بيننا الشيطان لعنه الله، فغضبت وضربتها على وجهها وطلقتها بالثلاث. فلما هدأت تندمت على فعلتي، فأرجو منكم أن تخبروني إن كانت تحل لي، وهل علي القضاء، وماذا أفعل، مع العلم أنها كانت بها العادة عندما طلقتها. هذه القضية لا تكفي الإجابة عنها عبر برنامج الإذاعة، لأنها لا بد من معرفة ملابسات القضية وحضور الزوجة مع وليها، وهذا لا يتم إلا عند القاضي أو عند رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية في الرياض. فعليك أن تراجع إحدى الجهتين وستجد إن شاء الله عندها ما يكفي لحل مشكلتك، والله أعلم. إنما أقصد من حيث الحكم، هل يقع طلاق في حالة العادة؟ نعم، صحيح أن الطلاق يقع في حالة الحيض، نعم. وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها، فقوله فليراجعها هذا دليل على أن الطلاق وقع رجعيا، لأنه لا يقول فليراجعها إلا إذا كان قد وقع طلاق. نعم.